صينية اليوم من الصواني المشهورة والمعروفة واللي الكل يتفق على حبها. حبيت أشارككم طريقتي. في طاوة على النار راح أحط الزيت والبصل، ولما يصير لونه ذهبي أحط عليها الثوم واللحم المفروم، وراح أستمر بالتقليب لحد ما يتحمر اللحم المفروم. أحط عليها الفلفل الأسود والبهار المشكل والقرفة، بودرة البصل والثوم، ملح وفلفل أحمر. راح أحط عليها شوية موية التسبيك وراح أتركها تبرد على جنب. صينية الفرن حطيت زيت زيتون وبصل ورشة فلفل أسود. قطعت الرقاق السمبوسة وراح أبدأ أحط ملعقة صغيرة من الحشوة وألفها وأحطها مباشرة في الصينية. راح أروح أعمل الصوص، عبارة عن حبة كاملة من الفلفل الرومي الأحمر، علبة قشطة، وثلاثة ملاعق من الجبنة السائلة، ورشة من الفلفل الأسود. راح أخلطها مظبوط وراح أحطها على الصينية مع رشة من الموزاريلا. حتروح على الفرن مدة 20 دقيقة وراح أقدمها مباشرة بالعافية.